عسلامة. عسلامة أختي. لاباسة؟ لاباسة عايش. نحو الإفريقية. أوه من غير ما تحكي عليها هذيك عجة معي زيت. هذيك حليت عيني فيها. من جاي غرام الإفريقية؟ والله ملي مقبل مع الجمعية النسائية مقبل قاعد زراعة وقتها أول ما بديت الكليب. اي ما تكعونا الجول وشعوة اي ما تشنوا اي ما تكعونا الجول كعورنا اسمه كعونا كعونا القاوة اي فهمني اي اسامي كبيرة سيريل بوي مخابش معي للأمانة اسامي كبيرة كانت افتقدتها الافريقية راه ولا خطر عليش خطر التكوين متاعنا قبل كنا نكونوا في الزوارات متاعنا تاع الجمعية والقول والدنيا وكل كنت عز ما عادش وليت بروفيسيوناليزم دخلوها بعضها معولت راس مالية وفلوس اي وليت يا اخي شكون دخلها بعضها ما نسميه ملي دخلوا المحتل الاحتراف ولينا كذا ولينا صحيح وقتها ملي دخل عثمان جنايح وسليم شيبوب ودخلوا هاو دومي محترفين رابرسية معاهم وقتها باش نكونوا واضحين الافريقي شكون كان رئيس لا شكون كان لا لا نحكوا في الفترة ذيك لا احنا نحكي له على الاحتراف أيه؟ هما اللي بداوا احنا كنا ليزاماتور نطلعوا ولاد جمعيتنا خاطر ولاد الجمعيه هذوكم اللي نطلعوهم هذوكم نكونوهم من اللي دخلوا فيها وشري ما تقوليش دخلنا الاحتراف ترجي ولا النجم ما دخلوش وحدهم الاحتراف الفريق وبقيت النوادي اي ليه مش هذاك مش فهمتني زعما كان قلنا ليزاماتور قبل ما دخلناش الاحتراف راه كل جمعيه تخرج جواريتها تكون خاطر عندنا برشا زوارات باهيين تجي بربي سامحني تجي زوار طياره وسط الجمعيه وتحطه على البنك وتجي الاخر بفلوس تشريه تهبطوا تيتيلير وداخل على البنك قاعده تصير في برشا علاش الكره هذاك علاش الكره بدات عندنا ديجا اليوم ملاعبيه جابوا تيتروات يخلصوا اقل من اللي جايبهم من برا من لا داعي لذكر الاسامي الجمعيات اي لا لا الملاعب اللي جاب وحده برك هز عاتقه بطوله كامله كان قلت لك واحد يتكون في الجمعيه ودمه مريول الكليب وبروح يلعب بقلبه واحد ومن بعد يقعد على البنك وتجيب لي جوار اخر تشريه بالفلوس يا بتيتيلير وتخلصوا اكثر من فهمت هذاك علاش كرة الافريقي ومع الفرجاني توا تحسوا فما تغييرات؟ لا الحمد لله لا ربي انقذنا ربي حبها كيما تونس ربي حب خي سعيد باش ينقذ صدق النظرية صدق النظرية اللي هو باش يحل شركة وباش تولي بروفيسيونيل مون بيبليسيتي وكذا يا اخي انسان هبط وكذا كنا غاطسين جانا ربي ينعمنا كرمنا بانسان اللي فهمتني باش يقف معانا صحيح ولا زلت بعض الديون ما خلصت شيء اه للامانه ما زلت بعض الديون ما خلصت مش مشكله مش مشكله مش مشكله المهم منعنا رجعنا السوف اللي رجع ما يمنع الافريقي كان ولادها راه ما يمنع الافريقي كان حتى مسؤوليها هم المسؤولين راهو مهما تكون في كل كيب راهو ما يعملوا بعد يدوروا عليهم الجمهور وهذاك علاش راهو تو احنا حاجه واحده بركه حاجه واحده طلبها انا من جمهور النادي الافريقي هيك الكلوبيت والواحد وكذا كما كنا قبل شد الجمعيه عندنا جمعيه النادي الافريقي فماش لا جروبات ولا شيء جمعيه حلينا عليها عينين النادي الافريقي الجروبات في قبل كنا نتفرجوا في ستاد جون دريس سبارتيات كره ما احنا ماضي ساعه ولو ريفيدور يدو واحده ماضي ثلاث واربع جمهور تلمهم بعضنا ونخرج نروح ونضحكوا نلعبوا كنا نقعدوا جمهور واحد باش تقصد تقسموها ما تحبينا ولا كرهنا الجمهور ماهوش السبب المباشر لمشاكل النادي النوادي في تونس اليوم والجروبات هذه والتقسيم والعنف في الملاعب هذيك امور اخرى موضوع اخر موضوع امن الملاعب وكذا لكن نحكيه على احتراف احنا في بطوله ملاعبيه يخرسوا بالملايين ومردود نتاعو عام كامل مهاجم ما يسجلش اهداف مدافع يقبل عدد كبير مدافع من الاهداف معناها تحس حتى القيمه التسويقيه ماهيش متماشيه مع البطوله كيما ماك سمسارة فما حسابات في السمسارة وكل واحد هذيك هي راهي ديما تسمسير في كل بلاصة علاش قلت لك كي تخلى ولد الجمعية من اللي تكونوا من المينيم حتى اللي يطلع سينيور ويبدا ولد الجمعية ما تخافش عليها الجمعية اما اذا كان بتجي تسمسير والاخر جيب والاخر يولي لك فهمتني كريستيانو رونالدو وهو حتى على خير احنا برشا متضررين فيهم هاك العام ما دام سيسي واحد مضروبين ولا متضررين برشا العجائب والغرائب في البطولة التونسية التحكيم ثلاث سنين ما خلصش هي بتبعتها منحة مش شهرية مع الاحتجاجات والنوادي كل تضرت خلينا نكون واضحين وديما وما فهمه في كل عام بطولة مهددة من الجولة ما تتلعبش بسبب الأجور نتاع الحكام اللي ثلاث سنين متوقفة والله ما نعرفش الموضوع نتاع التحكيم ما عنديش عليه أي فكرة كيك على خصك يعني.
فهمني؟ نحكيو على منحة هي وفي نفس الوقت قرروا عدم إجراء المباريات لحد اللحظة. أنت ما كنت تبع مول في دراسة يوم الأول وكه ومشيت على خنان قاعدة تو إن شاء الله تتصلح وترجع كالعادة وكه وحشتنا تو ترجع كما كنا قبل. في دراسة في دراسة يا أخي قديش من سنين بربي كل واحد كنت برشا كنت في برشا أوقات هي سبب باش نكون واضحين. حاجة معروفة حاجة معروفة. ما احنا نقول لك هاو كذا هاو الكليب وكذا توتر الاجواء بين النوادي والتحكيم ومدرى شنيا اون فان كونت يا تربح في الميدان يا النوادي زاد عندهم زاد ضلع في الحكايه كل ما على خاطر هما وقت كانوا ديال الجري هما كانوا يتلفصوا يجري يقولوا يدخلوا وانت الكل وانت الكل ما دام انت باش تقول لي انت الكل بيصير عندي المفاتح انا نولي نصير وهما ما فماش اسف فماش خاطر استاذ الربي كل واحد يجري راه ما كذا باش يدبر حاجه هذه معروفه قبل كي كانت الزوارات بتاع الكليب هادي ديال المريول اللي تعصر تعرف شنو هو المريول اللي تعصر ويبدا يستنى في ملحم تاع 100,000 100,000 يشري موبيلات جوار يشري موبيلات يتسمى كانه شرا اكس فاي اكس 6 ولا تو موبيلات تو هاولك راهب ولا فلوس كذا ويولي لك يمشي لا ويولي لك يمشي هكا ويخزر لك كانه جاب الاستقلال ولا فتح افريقيا فلوس تو ويولي لا خاطر خاطر الموتاليه خاطر فما امجاد وهميه نسمعوا امجاد من لاعبين سامحني مسيره كامله ما عمل شيء تعمل له بوفوار تعمل له فلوس ياسر اختي العزيزه سامحني عاد يغلط في روحه راه كل انسان راه يغلط في روحه يكون ملا شيء تعمل له فلوس يولي صحيح قلت لك عباره جاب الاستقلال وفتح افريقيا ولي يمشي معه السقي هكا وكل فلان وشكون كانه فتح تونس عنده وشكون يخسر يختك من كريستيانو رونالدو ومارادونا ملاعبيه في تونس فلوس ومتواضع ملاعبيه في تونس عملت فلوس ومن بعد عاد بقيت حياتها تتسول لا القدم لا فما موجودين ملاعبيه في لا صنعوا امجاد لا خلينا خلينا تاريخ صنعوا امجاد ما كانوش يصوروا القدم ما نكذبش عليك ما كانتش المنح وما فماش كيما تو دي كونترا نتاع ملايين نتاع كذا مليار فهمت هذوكم اللي مساكن هم اللي تعبوا في لافان نتاع عمرهم تعبوا خاطر ما كانوش ياخذوا تو اخويا تجي الجوار تقول له مصحح يولي مغدو يصبح كونت وملايين واحد اش بيك حبيبي بنصير ورغم اللي هذاك الكل حتى الجمعيه تهز وما لهاش بالمعروف مراش تو احنا الكليب بلال حفاره وسام يحيى راه زوارات اللي صوروا فلوس وعاونوا الجمعيه. تقول راه خاطر تنزل على فلوس. اي عاون راه بيان سير هو جاب وجاء هاو تزير وتنزل على فلوس. فما ملعبيه زاد ما كانتش محظوظه وما خذتش فلوس كيما خذت الاخرين. شو يقول لك انا ما كنتش نخلص كيف وتحبني نسامح معناها. لا عارفين لا عارفين اما نحكي لك انا على اللي يخذوا فلوس وتسامحوا فما ناس اللي يقول لك لا نتبع انا نحب اخويا فلوس انا عندي هذوكم كونترات وما يهمنيش في الجمعيه ينكر الجميل نتاع الجمعيه. فهمني انا تو عندي 69 سنه حليت عيني في الكليب افريكا. من صغير كديت محمد صالح جديد يلا يرحمه رناني وقتها كدي في غير وقتها ما وصلت شوح فهمني وقعدت ديما جمعية انا نعاون نعمل كارتة ونمشي نعاون ونعاون ما نطمعش في جمعيتي ما نطمعش في جمعية نزيد نعاونها انا جمعيتي هما ما دام يجيو ما يحبوش الكليب ويكوروا بيصوروا فلوس كل واحد شنو يلعب في جمعية يصور الفلوس ومن بعد يعمل لك مركب وتبوس المريو يبوس مريول الاسبيرونس خذ يلعب في الكليب بوس مريول الكليب كمل بوي تقلبوا ما تفهمهمش وهذاك هو الاحتراف هذاك الاحتراف هذا من حقهم هما شكرا ومن حقهم هذاك الاحتراف وكل واحد يخدم خدمه هي خاطر ما عندهمش اسيرونس ما عندهم حد شيء غدوه مساكن عايش عايش